biology. Second term for first year secondary. Unit 4 inheritance. الانهيرتنس معناها علم الوراثة، معناها انه الصفات الوراثية اللي هي genetic traits او genetic information او characters passed from parents to offspring، تتنقل من parents to offspring. هناخد chapter 1 chromosomes and genetic information و lesson 1 من الشابتر هناخد chromosomes and chromosomal theory. يعني ايه genetic information؟ معناها genetic traits، صفات وراثية أو characters. طيب تعالوا بينا نشوف كده، هو عندنا husband wife وعندهم بيبي. البيبي ده طبعا بياخد characters من باباه ومامته، خدها ازاي؟ الهسبند بابا عنده تستس، والتستس دي بسيلز عادية خالص، لكن بتعمل نوع من الديفيجن، بيعمل ريدكشن للنمبر في كروموسومز. طب هو يمتلك كم كروموسومز؟ الفزر، الفزر ده يمتلك 46 كروموسومز، 46 ايه كروموسومز. طيب يا ترى المزر برضو عندها كم كروموسومز؟ 46 كروموسومز في كل سيل. السيلز بتاعت التستس عند الفزر 46 كروموسومز، بتعمل نوع من انواع الديفيجن اسمه مايوسيس. اسمه ايه؟ مايوسيس. في المايوسيس بيحصل ايه؟ بيحصل ريدكشن للنمبر اوف كروموسومز انتو هاف، يعني 46 ديفايد 2 تبقى 23 كروموسومز. يبقى كل سبيرم كونتين، كل سبيرم كونتينز 23 كروموسومز، طبعا كلهم اون بير معناها سنجل. طيب تعالى بينا نشوف يا ترى امتى يحصل بيرنج للكروموسومز الموجوده في السبيرم؟ طبعا لما تقابل كروموسومز مماثله من الاج. طب الاج دي مين اللي كونها؟ كونتها المزر. طب المزر اللي كونت الاج دي كونتها ازاي؟ كونتها من الاوفري، كونتها من الاوفري. يبقى الاج اتكونت داخل الاوفري. السيلز بتاعت الاوفري 46، عشان تصبح 23 لازم يحصل ريدكشن ديفيجن اللي هو المايوسيس بارت، اللي هو ايه؟ المايوسيس. اصبح هنا 23 كروموسومز في الاج و23 كروموسومز في السبرم. لما يحصل فيوجن للهيد نيوكليس، الهيد نيوكليس او السبرم نيوكليس مع الاج نيوكليس، هنا هوت الفيوجن ده بيؤدي لتكوين زايجوت. تكوين ايه؟ زايجوت. الزايجوت ده يمثل الفيرست سيل ان اور لايف، فيها كام كروموسوم؟ 46، 23 منهم من السبرم و23 منهم من الاج. طيب امتى بيحصل فيوجن ما بين السبرم نيوكليس والاج نيوكليس؟ بيحصل وقت الفيرتلايزيشن. وقت ايه؟ الفيرتلايزيشن. نتيجه الفيرتلايزيشن هي زايجوت، والزايجوت يستقر داخل اليوترس بتاع المزر، داخل اليوترس بتاع المزر لمده 9 مانسز اللي هي فتره البريجنانسي كلها. طيب يا ترى الزايجوت هيفضل زايجوت طول العمر؟ لا، ده بعد يوم يبقى 2 سيلز، بعد كده 4 and so on. many 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 rounds of E mitosis، والميتوسيس هو نوع اخر من السيل ديفيجن للزايجوت علشان يكون نيو بورن، كان اسمه فيتس او امبيريو، وبعد كده يبقى نيو بورن لما يتولد. طيب السيلز دي كلها كونتين 46 كروموسومز، بنكبر كلنا بنبقى عندنا ال 46 كروموسوم زي الفازر ده او زي المازر ده. طيب يا ترى ايه المراحل اللي مرينا بيها؟ المراحل دي مرينا بديبلويد سيلز كفازر ومازر، كفازر ومازر، صح كده؟ طيب وكل سيل فيها تو ان كروموسومز، ان دي معناها مجموعه من الكروموسومز وكده من المازر، والان الثانيه مجموعه من الكروموسومز وكده من الفازر. طيب وقت ما الادلت هود فيما بعد لغاية المارج وفيما بعد يكونوا ايه؟ يكون جاميتس. جاميتس دي كلها هابلويد، كلها have a number of ايه؟ كروموسومز، have a number of كروموسومز. اوكي طيب نكمل كده مع بعض. لما بيحصل فيوجن لجاميتس وقت الفيرتلايزيشن بيرجع تاني to n كروموسومز. اوكي to n ايه؟ كروموسومز. السيلز بتاعت to n كروموسومز يطلق عليها سوماتيك سيلز، سوماتيك ايه؟ سيلز. السيلز بتاعت البيبي دي كلها، وحتى الزايجوت يعتبر سوماتيك سيلز، سوماتيك اي سيلز. اوكي طيب نكمل كده مع بعض. قال لك ان هوت ايه؟ قال لنا ان هوت ان اكزامبل
لسبرم، طبعا السبرم كلها بلايد، هناخد للتبسيط بدل ما نقول 23 كروموسومز، نبسط الموضوع شوية عشان يبقى سهل علينا حتى الملاحظة. قال لك هنا في 3 كروموسومز موجودين في الهيد، تمام كده، دي تمثل النيوكليس بتاعت السبرم الهيد ده. طيب ال 3 كروموسومز دول نمبر، طيب امتى يحصل لهم بيرنج؟ يحصل لهم بيرنج لما يعملوا بيرنج مع 3 كروموسومز بتاعت ايه؟ الاج. يبقى اصبح هنا 3 بيرز اوف ايه؟ 3 بيرز اوف، 3 بيرز اوف كروموسومز في المنطقه دي، ادي 1 بير، ادي سكند بير، ادي ثيرد بير، اوكي؟ طيب ده اسمه ايه؟ اسمه زايجوت. طيب السوماتيك سيلز بتبتدي من زايجوت ليتر اون، لكن الهابلويد سيلز هي سبيرمز واج، بيسموها جاميتس. الجينيتك انفورميشن يا ترى، الجينيتك انفورميشن مقصود بيها تريس اور كاركترز، هي دي اللي باست فروم بيرنتس تو اوف سبرينج او اليونج او البيبي اللي احنا شفناه. طيب موجوده فين بالظبط الانفورميشن دي او الكاركترز دي؟ موجوده على كروموسومز، يبقى ار كاريد اون كروموسومز، يبقى الجينيتك انفورميشن كاريد اون كروموسومز اللي هي الجينز يعني. طيب الجينز دي زي ما اتفقنا في الترم الاول ان الجينز كانت سيكشنز من الدي ان اي، sections من الدي ان اي، يبقى الدي ان اي كاري a lot of genes a lot of a genes طبعا لكل الكاركترز اللي موجوده اللي انا امتلكها او انت تمتلكها، يبقى كل الجينز كاريد اون دي ان اي. طب فين الدي ان اي؟ الدي ان اي فولدد حوالين مين؟ حوالين بروتين، تمام، فاكرينه لما كنا قلنا عليه نيوكليو بروتين في الترم الاول، نيوكليو بروتين ده عباره عن conjugated بروتين، نوع من انواع البروتين عبارة عن نيوكليك أسيدز اللي هو دي ان اي مع بروتين. طيب كروموسومز ار فاوند انسايد ايه؟ انسايد نيوكليس. مكان الكروموسومز فين؟ كروموسومز باكجد انسايد نيوكليس، انسايد سوماتيك سيلز نيوكليس، اوكي. التايبس اوف سيلز ان اول ليفينج اورجانيزمز، طبعا احنا بنقول التايبس دي تو تايبس، هي سوماتيك اور بادي سيلز، كل السيلز بتاع جسمنا هي سوماتيك سيلز، لكن السيلز اللي هتخرج من التستس اسمها جاميتس، تعتبر سكس سيلز، واسمها سبيرمز لو كان مان، ولو كان وومن او وايف بنسميها ايه؟ بنسميها اكس. طيب نشوف السوماتيك بادي سيلز، طبعا بريديوس باي مايتوسيس، بريديوس باي مايتوسيس، ادي مايتوسيس، تمام كده. والميتوسيس احنا اتعلمنا فيه keep the number of chromosomes، keep the number of chromosomes يعني لو في جرح في ايديا، الجرح ده ازاي يلتئم، ازاي يرجع تاني نورمال، انه السيلز على جنبي الجرح بيحصل لهم division، division ده اسمه ميتوسيس. يعني لو كان سيل اهي، اول ما يحصل جرح تبتدي تعمل division، بس جالها order انها تعمل الاول حاجة اسمها DNA duplication، ضعفت كمية DNA عندها عشان توزعوا على 2 daughter cells. 2 daughter cells دول مش هيقفوا عند حالهم، هيعملوا برضو يكبروا شوية، يبقى full growth زي مامتهم الكبيرة اللي فوق دي، ويعملوا division من جديد and so on لغاية ما ال wound ده يبقى filled with new cells. كل سيل خدتها من new part بعد ال healing of wound فيها نفس ال number of chromosomes، يعني 2N تفضل 2N، يبقى keep the number of chromosomes، هنا 2N وهنا برضو 2N، اوكي؟ لو كملت بعد كده هوت، قلنا يعني ايه homologous؟ معناها الكروموسومز بيحصلها pairing، تمام كده؟ باخد واحد من الفزر وباخد واحد من المزر، اي كروموسوم من ال 46 عندي او عندك، في كروموسوم باخده من الفزر مماثل ليه تماما واخده من المزر، مماثل ليه في اللانكس، في السايز، في الجينز الموجودة، لكن تختلف قوة الجينز دي، قد تختلف قوة الجينز دي، يعني حد ممكن يبقى أقوى من حد. أوكي تعالى بينا هنا، يبقى 1 كروموسوم from each pair comes from father، والتاني هي comes from A from mother، ده اسمه homologous pair of chromosomes. طيب ايه الاكزامبل للسوماتيك سيلز الكتيرة دي؟ اكزامبل كل السيلز اللي انت تسمع عنها، سكان سيلز، برين سيلز، وايت بلاد سيلز، المسل سيلز. طيب حد لو سألت الريد بلاس سيلز، طبعا الريد بلاس سيلز تعتبر سوماتيك لكن مفيهاش نيوكليس، مفيهاش ايه؟ نيوكليس. نكمل كده مع بعض، السكس سيلز جاميتس، جاميتس بريديوس باي مايوسيس، بريديوس باي مايوسيس،
يعني ايه produced by meiosis؟ يعني كان عندك او عندنا 2N chromosomes، 2N chromosomes تصبح 1N chromosomes بالميوسيس. بايه؟ بالميوسيس. يعني حصل having the number of E chromosomes. كنا diploid اصبحنا haploid. يعني ايه haploid؟ يعني half the number of chromosomes. وده ما يظهرش غير في ال 6 cells بس. طيب اتكونت فين ال 6 cells دي؟ اتكونت produced by gonads. طب ايه هي gonads؟ الجونز عبارة عن testes لو كان male human and male animals، والmale human testes والmale animal testes بيكون sperms. يكون ايه؟ sperms. كلها haploid يعني 1N. اوكي؟ طيب الانثر، الانثر ده الميل بارت اوف فلاور، ميل بارت اوف فلاور بيكون ايه؟ بيكون بولين جرينز. يبقى البولين جرينز دي تعتبر الجامتس بتاعتي بلانت، يكون flowering بلانت طبعا. الاوفري هو part أو organ موجود في female human، موجود في female animal، موجود في female part of flower. female part of a flower بيكون ايه؟ الأوفري. بيكون ovules، بسميها ovules في حالة plant، وبسميها egg أو ovum في حالة ايه؟ في حالة ال egg بتاعت ال human وال egg بتاعت ال animal، بسميها egg or ovum. لو خدنا الجامتس كأشكال نتعرف عليها، دي كلها بولين جرينز بتاعت بلانت. الأنواع دي في منها السموس بولين جرينز وفي منها الرف زي ما انت شايف كده. دي تعتبر بولين جرينز، دي الميل جامتس بتاعت بلانت. أني بلانت اللي هو فلاورينج. طب نتجت من أني حتة بالظبط؟ نتجت من الأنسر هنا هو. الأنسر ده تمام كده؟ ده الأنسرز. طبعا عندها مجموعة من الأنسرز كلها مصانع لإنتاج البولين جرينز، وكل الإنتاج ده عن طريق ديفيجن اسمه مايوسس. اسمه إيه؟ مايوسس. كل البارتس دي ما تهمنيش كتسمية دلوقتي، مش محتاجة. لكن هنا أنا محتاج برضو الأوفري. الأوفري بينتج أوفيول داخل الأوفري، داخل إيه؟ الأوفري ده إذا كان بلان. طب إذا كان أنيمال كينجدم، بلاقي هنا سبيرمز، واضح هنا في سبيرمز ليها هاد أهو تمام كده، وليها تيل طويل. مجموعة السبيرمز دي واضح انها برضو شبكة او اتاتش مع السيرفس بتاع ايج، دي برضو سبيرمز. طيب الايجز دي واضح انها ايجز بتاعت البيرز لانها covered with hard shell من الكالسيوم كربونيت. اوكي، الخلاصة بتاعتنا النهاردة هو في يونت 4 في الليسن الاولاني، في اول بارت منه بنتكلم فيه عن types of cells، في منها somatic و sex cells اللي هي جامتس، وسوماتيك سيلز 2N، وطبعا نتجت وهي نفسها بعد انتاجها لما تكبر ديفايد باي ميتوسيس تو بروديوس دوتر سيلز، ما زال كيب النمبر اوف كروموسومز 2N طالما عملت ميتوسيس. طيب الجونادز هي اورجنز موجوده زي التستس وزي الاوفري وزي الانثر، والسيلز بتاعتها 2N لكن ديفايد باي ميتوسيس تو ريديوس النمبر اوف كروموسومز انتو هاف. عشان تنتج ايه؟ عشان تنتج الجامتس. ايه جامتس دي؟ هابلويد يعني 1N. طيب الميل جامت فيوز ويز فيميل جامت تمام تو بروديوس زايجوت 2N تو ريستور ذا ديبلويد نمبر 2N اوف كروموسومز اجين.